كل شويه هنلاقي قصه للاعيب ما بيلعبش في الاهلي. الاهلي نادي كبير ولاعيبته كلها نجوم حتى اللي بره التشكيل الاساسي، فكل لعيب بيبقى غايب الناس بتقعد طول الوقت تتساءل، ويجي موسيماني يقول انا مش عايزه، لانه اللعيب لما بيبقى نجم او بيبقى مشروع لعيب كبير او بيبقى حاسس ان هو عنده موهبه بيزن، يعني انا بلعبش ليه طول الوقت بيزن. عمار حمدي من اللاعبين الفايل الجاي بقى والفصل الجاي بعد كهربا وبعد طاهر وبعد محمود متولي وبعد كل الناس دي، الفصل الجاي هيبقى لعمار حمدي اللي موسيماني طلب اعارته برضه في شهر يناير اللي جاي، هو شايف انه لسه محتاج ان يثقل تثقل موهبته. عمار حمدي من ساعه ما راح الاهلي وهو معار، عارفين بقاله سنتين يمكن معار، لجنه التخطيط رفضت، شايف ان دي موهبه كبيره جدا هتفيد الاهلي كتير جدا، اعير بما فيه الكفايه، اصبح جاهز تستطيع ان انت ما تلعبوش، دي بتقول لموسيماني لجنه التخطيط، لكن لا تستطيع ان انت تمشيه، ده قرارنا احنا بقى، سواء على عمار حمدي او حتى على كهربا او على حتى اي لاعب، لجنه التخطيط بترفض تماما الاستغناء في انتقالات الشتاء على عمار حمدي. كمان حاول لعيبه الاهلي الكبار قبل ما يسافروا مع المنتخب يقعدوا مع موسيماني ويتكلموا معاه في ازمه كهربا، يعني بيقولوا له بيتمرن كويس جدا وبيتمرن تمام والامور بقت تمام وبقى ملتزم، وهو اديله فرصه رفض تماما انه يتكلم معاهم. انت بتتكلم في الشناوي، بتتكلم في السوليه، بتتكلم في علي معلول، بتتكلم في ايمن اشرف، دي النجوم وكباتن النادي الاهلي، هو رفض تماما يسمع منهم قصه كهربا، وقال لهم انا اللي احدد ميعاد رجوع مع الجهاز المعاون بتاعي، محدش يكلمني في القصة دي، هذا اختصاص فقط من الجهاز الفني، وكشم للنجوم، فالناس كلها انسحبت وبطلت تتكلم عن كهربا واتكلوا على الله، راحوا الكيروش وسافروا على قطر. مصير كهربا هيبقى ايه؟ هيبان خلال الفترة الجاية.